السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحاول أن أعودكم كل يوم أحد في استراحة الأحد بقصة وعبرة، والعاقل هو من يعتبر من ويستفيد من قصص الآخرين، والجاهل هو من يقول سنغيف كوزوتخ، يعني هذه الأشياء تقع إلى الآخرين، أنا ما لقعش ليا. العاقل هو من يعتبر. قصة اليوم هي قصة واقعية طبعا، كما كل القصص التي سأرويها والتي رويتها عليكم. هذه القصة وقعت في الرباط بين شاب مغربي وامرأة شابة إيطالية. هذه الشابة الإيطالية في إحدى زياراتها للمغرب التقت مع شاب مغربي، ووقع ما وقع بينهما، وكان مع الأسف الشديد ذلك الشاب مصابا بمرض الإيدز، وأصيبت بالعدوى. وعندما عادت إلى وطنها لاحظت أنها مصابة بمرض السيدا، فاشتد حقدها على المغاربة بصفة عامة، وخططت لتنتقم من كل مغربي التقت به وبعدد بأكبر عدد ممكن. لا أدري كيف وصلت إلى مبتغاها بأن تشتغل لحساب السفارة الإيطالية بالمغرب، وانتقلت لتعيش بمدينة الرباط. وخلال إقامتها بالرباط وهي تشتغل، استطاعت أن تصطاد أكبر عدد من الشبان وتصيبهم بالعدوى، هكذا انتقاما من أول إنسان التقت به. واستمرت هكذا إلى أن تعرفت على شاب كان يعيش حياة هادية، له عمل محترم وله بيت وله سيارة، وشاب وسيم وأنيق وكذا. ظن من في ذات نفسي ربما قال أنها أعجبت بي، وهي لم تكن تعجبني، كانت تتصيد الفرائس أو الضحايا لتصيبهم بالمرض ثم تختفي. فلما التقت به حاولت أن تتطور العلاقة بينهما لتصل إلى أن يختلي ببعضهم البعض، و هذا حصل. وذهبت عنده إلى البيت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وهو كان يسكن في حي لا بأس به، وتكررت زيارته له، وأصبحت تقضي الليلة عنده لتتأكد بأنها ستصيبه أكيد. فأحد الليالي وهي عنده في البيت ذهبت إلى الحمام وتركت شنطة اليد، يعني الساك ديالها، بجواره، فسقط وكان مفتوحا، فسقط منه كتيب صغير، فأخذ ذلك حقيبة اليد ليضعها في مكانها، ولكن يعني ذلك الكتيب الصغير مكتوب بخط اليد أثار فضوله، فأخذه وقرأ منه الجزء الأخير. فأصيب بصدمة، وجد أنها تحكي عليه، وأنه في هذه اللحظة هي متأكدة أنه قد أصيب بالعدوى. فطارت طائرته وأراد أن يدخل عليها إلى الحمام ليقتلها، ثم فكر وفكر وفكر وفكر، وانتهى به الأمر أن يقطع أنبوب زيت الفرامل، بما أنه هو في طريقها ستنزل مع منحدر خطير يؤدي إلى القنطرة التي على الوادي الموجود في الرباط، فسيقع لها حادث وستموت بالحادث. وهكذا كان سبحان الله، كما خطط. تركها حتى نامت وخرج وقطع أنبوب، كما نقول احنا، الزيت ديال الفران، يعني أنبوب زيت الفرامل،
ثم ركبت هي في الصباح في السيارة وذهبت ولم يرافقها. فعندما أرادت أن تضع رجلها على المكابح وجدت بأنها لا تجيب، فزادت السيارة من سرعتها، فخافت وأرادت أن توقفها مع جانب القنطرة، فضربت في القنطرة وهبطت إلى الوادي، فماتت هي في الحادث. وطبعا الحال جاءوا رجال الشرطة ليروا الحادث ويقوموا بالمعاينة وكذا وكذا، وأخذوا عرفوا بأن السيدة أجنبية، فاتصلوا بالسفارة، واتصلوا السفارة اتصلت بأهلها، فأتت أمها وأخذوا السيارة إلى مستودع الشرطة ليفحصوها. فحصوا السيارة جيدا وكذا، دائما سبحان الله يكون هناك شرطي عنده حاسة مختلفة عن الآخرين. الآخرين كلهم يعملون، كلهم عندهم تكوين، يكون هناك من يدقق. فقال الذين يهتمون بالسيارة، قال لهم أي شيء وجدته في السيارة تأتوني به. فأتوا بكل الأغراض ليسلمها إلى أمها. فبعدما أتوا بكل الأغراض قال لهم عودوا إلى السيارة وابحثوا جيدا، أريد أي شيء. فأحدهم اجتهد فوجد الكتيب، فأتى به إلى السرير فقرأ فيها، فأصيب بصدمة لأنه كان العدد هائل الذي اتصلت به، عدد الشباب الذين اتصلت بهم تلك السيدة كبير وهائل. ثم الأخير كان معروفا، فاتصل به وكان يعني كيف أقول، يعني كان مهيأ أن يقول الحقيقة، فجلس وحكى لهم قصته وقال لهم بما أنني أنا لم أرد لها سوءا وغدرت بي وحكمت علي بالموت، فقررت أن أنتقم قبل أن أموت. وهكذا انتهت هذه القصة الحزينة. والعبرة من هذا أيها الشباب، احذروا من مخالطة الناس الذين لا تعرفونهم، واحذروا أصلا من مشكلة أنك تهون على نفسك أمرا هو أصلا محرم في ديننا. وكتقول زعما احنا في القرن 21 بأننا كذا وبأننا كذا، شوف القرن الواحد والقرن العشرين والقرن 21، إذا كنت مسلما فاتق الله في أفعالك، اطلب الله يغنيك من فضله، غادي تكون عندك زوجة حلالا طيبة إلا بغيتي. إلا طلبتي الله وتقتي فيه، المستحيل ما كاينش عند الله سبحانه وتعالى. إلا أنت يا داك المستحيل اللي أنت عايش فيه اقتنعتي بيه، راه تبقى فيه. أنا ملي غتجيني الدار، ملي غتجيني فلوس باش نتزوج، وفين هي هاد الخدمة، بقيتي تما. اقتنعتي بأن الله هو الرزاق وبأنه لا يعرف سقف المستحيل، سير عنده، سير للسجادة وبكي عليه وشوف واش غيعطيك ولا ما يعطيكش، بصدق وبثقة بأنه يقدر، هذا الشرط. ما تمشيش عند الله وانت مش انت شاك، لن تنال شيئا. سير عند الله وانت واثق فيه متيقن، وسيعطيك مرادك. أقول هذا القول وأطلب الله لكم بالتيسير. أتمنى إن شاء الله القصص تكون عبرة عندكم، مش قصة تدور بها الوقت. وإلى لقاء قريب إن شاء الله. شكرا وأمسية سعيدة وبداية أسبوع موفقة رغم الظروف الصعبة اللي احنا فيها. بغيتكم تكونوا دائما متفائلين إن شاء الله. اللهم المستعان.